معنا من معبر قسطل المصري أحمد مهران. أحمد، نطلع منك على الأجواء لديك، عمليات العبور مستمرة، وماذا في آخر مشاهداتك من معبر قسطل؟ نعم، يعني حركة العبور تتواصل، وبين الساعة وأخرى تصل مجموعات جديدة من الأسر السودانية التي يعني أمضت طريقا طويلا حتى وصلت إلى الحدود المصرية السودانية وأنهت إجراءات دخولها إلى الأراضي المصرية. و بالطبع تصل هذه المجموعات إلى هنا لالتقاط الأنفاس في مدينة أبو سمبل قبل أن تواصل طريقها نحو محافظة أسوان أو إلى العاصمة المصرية. ربما نشاهد العديد من الحافلات التي تنتظر قدوم المزيد من الأسر السودانية عبر معبر قسطل لنقلها إلى وجهاتها المختلفة. يعني نؤكد هنا أن حركة العبور في محيط معبر قسطل قد تزايدت عما كانت عليه، حيث كان الضغط أكثر عند معبر أرقين، لكن تبدل الحال وأصبح معبر قسطل هو المنفذ الرئيسي لعبور العابرين إلى الحدود المصرية سواء من الجنسية السودانية أو من مختلف الجنسيات. فيما يتعلق بحركة الإجلاء أيضا فهي مستمرة بالنسبة للرعايا المصريين الذين أيضا يتم إجلاؤهم يوما بعد آخر، حيث تم إجلاء أكثر من أو نحو 7000 مصري حتى الآن، يمثلون نحو 70% من قوام الجالية المصرية في السودان. لكن ما زال هناك أعداد تنتظر إجلاؤها وتنتظر في ميناء بورت سودان، وكذلك عند معبر أرقين من الجانب السوداني ومعبر قسطل أشكيت من الجانب السوداني. إلى جانب هؤلاء هناك أيضا مجموعة أخرى ما زالوا عالقين داخل الخرطوم وفي مناطق محيطة بالخرطوم يجدون صعوبة كبيرة في الخروج منها. وصلتنا في الواقع استغاثات من أولياء أمور بعض الطلاب العالقين في الخرطوم، نفدت أموالهم ولا يستطيعون تأمين طريق آمن للخروج من الخرطوم. هؤلاء ما زالوا عالقين وينتظروا أي وسيلة للوصول إلى النقاط الآمنة التي يعني أعلنت عنها الخارجية المصرية، وهي ميناء بورت سودان ومعبر قسطل ومعبر أرقين من الجانب السوداني، تمهيدا لإجلائهم جوا وبرا. على أي حال المشهد ما زال مستمر فيما يتعلق بالإجلاء وعبور الأسر السودانية، وهو مشهد يوحي بأن هذه الحركة ربما تستمر لفترة طويلة وربما لا تنتهي قريبا. في هذه الأثناء أيضا تعمل الحكومة المصرية على دراسة يعني الموقف الخاص بالطلاب المصريين العائدين. يعني نعلم أن هناك نحو 5000 طالب مصري يدرسون في الجامعات السودانية، هؤلاء باتوا يبحثون عن بدائل لاستكمال دراستهم في مصر. بالطبع المجلس الأعلى للجامعات المصرية يدرس موقف هؤلاء الطلاب لتوفير بدائل وتسكينهم في الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة في مصر. نشاهد الآن حافلة جديدة وصلت للتو هنا عند محيط معبر قسطل، وعلى متنها ربما عشرات الأسر التي وصلت للتو لالتقاط الأنفاس هنا في هذه المنطقة قبل أن يواصلوا مسيرتهم نحو محافظة أسوان، حيث أن لديهم العديد من الأقرباء والأهل هناك ليعني تدبير الأمور المعيشية الخاصة بهم إلى حين العودة إلى السودان بعد استقرار الأوضاع. دعنا ننتقل أحمد إلى مفدنا جابر منصور تحديدا من بورت سودان، ونطلع منك أيضا جابر على الأوضاع لديك، كيف هو المشهد، كيف تسير الأمور، وما هي آخر المعطيات لديك إن كان هناك أي جديد؟ نعم، نحن الآن من خلفنا البارجة التي تنتمي إلى المملكة المتحدة بريطانيا، وهي هنا تقبع البارجة التابعة للملكية البريطانية، قد وصلت قبل زمن، ربما قبل يوم أو يومين حتى هذه اللحظة. هناك طبعا يعني الجهات المختصة في نقل الرعايا الأجانب خاصة من بريطانيا يقولون أن لديهم 300 شخص ينوون الاتجاه إلى دول ربما مختلفة، بطبيعة الحال أغلبهم من بريطانيا. لم نتأكد بعد ما إذا كان سيتم نقلهم عبر البر أو عبر البحر، لكن هذه البارجة مجهزة وعليها كذلك هذه القطعة البحرية تحمل يعني طائرات ربما هيليكوبتر وغيرها، هي مجهزة بكافة المعدات. على البعد أيضا على الجانب الآخر من البحر هناك بارجة قادمة الآن لم نتحقق من هويتها، لكن تأتي في إطار إجلاء الرعايا الأجانب. المعلومات الأخيرة تقول لمصادر لسكاي نيوز عربية أن أكثر من 9000 شخص ربما غادروا ميناء بورت سودان عن طريق البحر، وأكثر من 7000 غادروا كذلك عبر مطار بورت سودان الدولي، ليصعد العدد إلى
15 إلى 16 ألف منذ أن بدأت عملية الإجلاء في السودان. هنا المبادرات طبعا كبيرة بطبيعة الحال من قبل المجتمع المحلي والمساعدات تترى، وكذلك هناك محاولات من الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتقديم كافة المساعدات والتسهيلات للرعاية الأجانب وكذلك يعني السكان هنا في هذه المدينة الصغيرة. هناك بارقة أمل بأن الأعداد ربما تصل نهاياتها والأعداد تقترب، ربما غالبية الذين هم موجودون في السودان ويريدون الإجلاء غادر منهم بشكل كبير في هذه المنطقة في الميناء الأخضر من ميناء بورت سودان، يعني غادرت رعاية تتبع لدولة الهند والصين وبريطانيا وفرنسا ودول وأمريكا ودول عديدة. تستمر هذه العملية حتى يعني تصل إلى منتهاها، وهناك تمنيات بأن تنتهي الحرب في السودان قريبا أيضا. شكرا جزيلا لك من بورت سودان مفدنا جابر منصور، وأيضا كان معنا من معبر قصر المصري أحمد مهران. شكرا جزيلا لكما.